السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة تتبيلة للجمبري كده، هنعمله يعني سندوتشات. مش هنعمله في الفرن ولا حاجة، هنعمله في الطاسة التيفال عادي على النار، بس هنتبله الأول ونسيبه. هنتبله بإيه؟ عندنا هنا الكمون والملح والكزبرة والفلفل، وعندنا المايونيز، وعندنا الشطة الحارة اللي هي دي، وعندنا دبس الرمان وخل. هنحط المكونات دي كلها على الجمبري ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني كده، احنا حطينا كل البهارات بتاعتنا، وحطينا الخل وحطينا المايونيز. عندنا شوية زيت زيتون، هنحط شوية زيت زيتون كده ونبدأ بقى نقلب المكونات دي كلها مع بعضها ونرجع لكم تاني. كده خلطنا المكونات والبهارات بتاعتنا والمايونيز والخل، وطبعا حطيت نص ليمونه نسيت اقول لكم عليها. هنسيب دلوقتي الجمبري، حابه تحطيه في التلاجة حابه تسيبيه بره، هنسيبه حوالي يعني نص ساعه ونبقى نرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه الخطوه الجايه. ورجعنا لكم تاني. كده احنا طلعنا خلاص، عدى، انا مش سبته نص ساعه بصراحه، انا سبته ساعه ساعه ونص. نزل ميته اهي، ما كنتش حاسه ميه خالص. هنحط عليها بصل وفلفل حار وفلفل عادي بارد. طبعا انا حاطه هنا الملح وكل البهارات، فمش هحط اي ملح ولا اي كمون ولا اي حاجه، لا بحب احط طماطم ولا بحب احط اي حاجه تانية على الجمبري عشان ما يغيرش طعمه، عشان تحسي بطعم الجمبري. فما تكتريش قوي مكونات كتير، يعني كفايه قوي بصل وفلفل. الاول هنشوح الجمبري على النار. حطيت الطاسة حبة زيت صغيرين، وبعد كده حطيت الجمبري بالصوص بتاعه التتبيلة، هسيبه كده شوية على النار، وبعد كده نبقى نحط عليه البصل والفلفل. كده سيبنا الجمبري مع البهارات بتاعته لحد لما المية او الصوص بدأ ينشف معانا، نبدأ بقى نحط البصل نقلب. نسيبه شويه بقى مع المكونات دي كده لحد ما البصل بس يتبل، نشوف كده ونرجع لكم تاني. كده البصل اتبل معانا اهي، والفلفل لسه اخضر زي ما هو، انا عايزاه كده، عشان كده لازم يتحط في اخر مرحله بعد ما الجمبري يستوي. نحطيه في الطبق بقى. وبعد كده انا جهزت السندوتشات اهي، جهزتها مايونيز من جوه وكل حاجه، هنحطها في الطبق دلوقتي ونعمل السندوتشات ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. كده انا خلصت السندوتشات بتاعتي اهي، حطيت بيها مايونيز وحطيت الجمبري بتاعنا. طبعا انا ما بحبش، يعني مش بحب، بحب الخس اكيد، في ناس بتحط حسب الرغبه، بس انا عشان ولادي بيطلعوا الخس من السندوتش ما بيرضوش ياكلوه، فكل واحده عارفه هي بيتها ايه بيحب وايه ما يحبش. عملت جنبيها طبق رز بالزعفران، وحطيت باقي الجمبري اهو على الوش. جربوها وبألف هنا وشفاء.